ألوان تتطاير في الهواء على أنغام موسيقى صاخبة، معلنة انطلاق مهرجان الألوان بنسخته الثانية في مدينة أربيل. وجد الكرد في العراق من مهرجان الألوان الذي يعد من أشهر مهرجانات الربيع في الهند وعدد من بلدان العالم روابط مشتركة جعلت منه أحد مظاهر احتفالات الربيع في كردستان العراق، أو كما تسمى باحتفالات نوروز. هذا اليوم كثير حلو، يعني كل الناس تجي لهون من سليمانية من جميع محافظات العراق حتى يحضروا هذا المهرجان الكبير، لأنه بصراحة يعني الناس تستمتع بهذا اليوم كثير، وأنا يعني كل سنة بحضر هذا المهرجان وهو يوم كثير حلو، وهو بنفس الوقت إنه بعد نوروز يعني إنه يوم حلو، وهو بعد نوروز بجدد السنة الكردية، فنحن بنحب إنه نعايد يعني ندعم الكرد بهذا اليوم. تنص قواعد المشاركة في المهرجان ارتداء قميص أبيض واختيار ألوان المساحيق التي تفضلها، والانطلاق بتراشق الألوان مع الحاضرين، ليتحول بعد ذلك بياض الملابس ووجوه الحاضرين إلى لوحة فنية تمتزج فيها لحظات الفرح والعفوية بألوان براقة. This is a very fun festival about throwing إنه مهرجان ممتع للغاية، حيث يقذفون الألوان على الجميع وهم يمرحون مع أصدقائهم في هذا المكان الذي يشجعه على المرح مع الأصدقاء. حضرت إلى هنا لأن ابن عمي قال لي أننا سنمرح سويا، وفي نهاية اليوم سيكون هناك طائرة هليكوبتر تلقي علينا الألوان، فجئت لكي أشاهد ذلك. وهذه ألوان نقذفها على بعضنا البعض. نعم، أتيت هنا مع أبناء عمومتي. نحو 6 أطنان من السحيق الملونة تراشق بها آلاف المشاركين في المهرجان من سكان مدينة أربيل وزوارها من مختلف أرجاء العراق وعدد من البلدان العربية والأجنبية. Hello, my name is Natalia. I came from Ukraine. أنا ناتاليا وأتيت من أوكرانيا. نحن نعمل هنا مع منظمتنا من سلوفاكيا التي تدعى ستيب إن، وهي توفر رعاية طبية للنازحين من سنجار ومن كاراكوش، ونحن هنا لنرى كيف يستمتع المحليون بوقتهم. لا تتحدد المشاركة في المهرجان بفئة عمرية ولا جنس ولا ديانة معينة أو قومية، مما جعل من المهرجان رسالة سلام وتعايش بين جميع فئات المجتمع العراقي. فيما نظم عدد من المتطوعين فرقا متعددة شاركوا من خلالها في المهرجان برسائل تدعو إلى نشر السلام وتوطيد روابط النسيج الاجتماعي. شاركتوا بهذا المهرجان؟ يعني من صاحب الفكره؟ شلون تكون هذا الفريق؟ اولا انا افكرك لكي تجمع جروب على سناب شات على السوشيال ميديا، هسه جروبنا تقريبا اكثر من 20 ممبرات مشاركات، وهذا بسبب كلش حلو، يعني حبنا تشاركنا والحمد لله عندنا اكثر يعني اكبر جروب من هذا الفيستيفال. طيب يعني انتم شنو دافعكم؟ ليش شاركتوا بهذا المهرجان؟ هذا بيصير هذا كلش حلو من هذا مدينتنا، لان بها ان هذا فكره، لانه هذا بها رساله للحريه للحب كل المدينات، من مدينه العراق، مو بس كردستان، مو بس هولير، مو بس اربيل، مو بس سليمانيا، مو بس بغداد، كلها يعني كلش حلو. لم تقتصر الالوان على المساحيق فحسب، بل أن المهرجان مثل فرصة لأصحاب الأعمال الفنية واليدوية للمشاركة بأعمالهم المتنوعة بين التحف الفولكلورية واللوحات والمنسوجات. يمتاز بوتيكنا هنا بالأعمال اليدوية، طبعا نشتغل اكسسوارات هاند ميد، أحجار طبيعية،
وإضافة إلى ذلك الأشياء الخليجية، مخمريات، عطور الجسم، وكلها أغلبيتها شغل إيد، يعني تكون البخور مثلا، قهوة، عندنا نمتاز بنوعين من القهوة، عربي وفرنسي، همين شغل إيد يعني. زين، هذه ممكن تشرحي لي شو تفاصيل هذه الأسوارات وغيرها؟ يعني مثلا هذا خشب وعليه رسم يدوي، هذا مثلا خشب الصندل وعليه نازل قطع نحاس، عندنا مثلا اكسسوارات، هاي عظام حيوانات كليتها ونازلة عليها نحاس، هذا مثلا هاي القلادة، هذه صمغ الأشجار ونازل عليه شغل يدوي بالخيط، فيعني هيجي أشياء. عندنا طبعا أحجار طبيعية كليتها، عظام حيوانات هيجي نشتغل، أكو عقيق وفيروز، يعني درجات، طبعا أكو درجات أولى وأكو درجة ثانية يعني حسب المستهلك. لا، حب، هو حب طبعا اكيد. مين تعلمتي كل هذه التفاصيل؟ لا، هي هيك يعني، مو من احد، يعني هو انما هو هي ثقافاتي، فانت شنو اتجاهك يعني حيكون من هالمبدا هذا. يومان اختتم بعدها مهرجان الالوان في اربيل، الا ان احتفالات الربيع لن تنتهي لدى الكرد على مدار فصل الربيع بجمال طبيعتهم وألوانها الزاهية التي اكتست بها الجبال والسهول الخضراء. لا العمر ولا الطائفة ولا الدين يستثنى هنا من امتزاج الألوان على الوجوه في أكبر تظاهرة تحمل رسالة سلم وتعايش أهلي من إقليم التعايش كردستان. صاحب الفداوي الغد، أربيل.